ليك فلوس عند حد وعايز تضمن حقك، قدامك حاجه من الاثنين، يا وصل الامانه يا الشيك. هنتكلم دلوقتي عن وصل الامانه وازاي تكتبه صح عشان حقك ما يضيعش. اول حاجه لازم يكون مكتوب من فوق ان ده وصل امانه. تاني حاجه ودي مهمه جدا، ان وصل الامانه بيكون بين ثلاث اطراف مش طرفين بس، ودي بتبقى كده ان حسن استلم مبلغ 10,000 جنيه من احمد عشان يوصلهم لمحمد، لو ما وصلهمش يبقى هنا توفر ركن خيانه الامانه، وهنا يطلع احمد على الاسم يعمل محضر ان في وصل امانه والراجل ما سددش الفلوس اللي عليه. ولازم يكون محمد اللي هو الطرف الثالث ده تبعك شقيقك يعني، عشان لو باعك وراح شاهد ان هو استلم الفلوس يبقى تبل الوصل ده وتشرب ميه. ثالث حاجه ودي مهمه جدا جدا جدا، ان الشخص اللي ياخد منك الفلوس ده خليه يملى الوصل كله بخط ايده، وتاخد كمان صوره بطاقته. وخلي بالك بقى من حاجتين دول بيبوظوا وصل الامانه خالص، اوعى تكتب تاريخ على وصل الامانه واوعى تمضي عليه شهود وتقول ده كده ضمانه كبيره جدا ان انا مضيت 2 شهود عليه، لا انت كده بوظت وصل الامانه خالص. وفي حاجه بقى مهمه جدا المصريين بيفرحوا بيها قوي، ان هو يكتب وصل امانه على بياض وهو ما يعرفش كده ان هو خسر فلوسه وخسر الوصل وخسر كل حاجه. لان حضرتك لما بتاخد وصل امانه على بياض قبل ما بتقدمه للمحكمه بتروح كاتب مبلغ، لو الراجل واخد منك 1000 جنيه بتكتبهم 100,000 جنيه، فالراجل ده يجي قدام المحكمه وهيطعم بالتزوير على الوصل ده، وممكن في الاخر يحبسك انت اللي ليك الفلوس، فخلي بالك من النقطه دي جدا. يبقى لازم اللي ياخد منك الفلوس يكتب الوصل كله بخط ايده حتى المبلغ اللي واخده منك. نصيحتي بقى للناس اللي عندها سرعه في ان هي تمضي على وصل امانه على طول، اقول لك ما تتسرعش، ولازم تراجع نفسك مره واثنين وثلاثه وتعرف نفسك هل هتعرف تسدد ولا لا، لان في ناس دلوقتي كتير بتبيع حاجات بالقسط وبتمضي الناس على ايصالات امانه، وياخد منك 10 20 ايصال بالاقساط ويجمع لك المبلغ كله في وصل واحد، فتيجي لو اتاخرت عن قسط واحد يروح رافع عليك بالمبلغ الكبير كله، وتبقى انت مثلا مسدد نص او ثلاث ارباعه. مش عايز اطول عليكم في تفاصيل وصل الامانه، ولو حد عنده اي اسئله ممكن يقول في الكومنتات، واستنوا الحلقه الجايه وانا بشرح لكم الشيك بالتفصيل.